على دار الفصل العنصري في منطقته منطقة القدس اللي امبارح فتحوا بال فتحة بالجدار. ضلكش تتحرك يا معلم. أو تفضلت سمحتوا بس يبدأ الطالب بالحديث. أي مسيحيات ما لهاش معنى ما فيش ضرورة هون. بس حسب امتحان ببدي 15 دقيقة امتحان 5 دقائق أسئلة. أو شكرا تفضل. أول شيء هذا المشروع لاستكمال الطلبات الحصول على درجة البكالوريوس. عنوان بحثي هو أثر جدار فصل عنصري في التغير الديموغرافي في منطقتي الشياح وبيت فاج القدس الشرقية. هي المنطقة اللي ساكن فيها. مشكلة الدراسة قبل عام 2003 لم يكن هناك ما يسمى بجدار فصل عنصري، وكان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أقل حدة عما بعد. لكن بعد بناء هذا الجدار تشتده للعائلات، نهب الأراضي الزراعية، فصل المحافظات والمدن عن بعضها، أدى هذا إلى حدوث مشكلة لقطع الاتصال الديموغرافي الاجتماعي بين هذه المناطق. أيضاً أدى إلى وخاصة في القدس الكيان الصهيوني. هذه مشكلة الدراسة. يعني قبل الجدار قبل 2003 لم يكن هناك مشكلة، أو كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أقل حدة. بعد بناء الجدار صار المفاوضات أصعب شوي. على منطقة الدراسة اللي حكيت هي منطقة الشياح وبيت فاجي، داخل وخارج الجدار في كلا المنطقتين. بطلق الرافضين لفكرة هاي الجدار مصطلح جدار الفصل العنصري أو الجدار العازل. أما الصهاينة بيطلقوا عليه الحزام الأمني أو الحزام الواقي. بدأت سلطات الاحتلال بتمهيد الأرض لبناء هذا الجدار في سنة 2002. يعني بلش حضروا الأرض وفي جزء بسيط شروه من أصحابه، لكن هاي النسبة كانت ضئيلة. بتعود البناية الحقيقية لوضع حجر الأساس في سنة 2003 بحجة تقليل العمليات الاستشهادية بعد انتفاضة الأقصى عام 2000. من هذا الجدار أثر على المنطقة بناحية اقتصادية، فقطع الاقتصاد في منطقتنا العربية في القدس الشرقية، وأيضا له تأثير ديموغرافي لصالح الكيان الصهيوني. هاي صورة جوية عن المنطقة. هاي تظهر منطقة الشياح، منطقة بيت فاجي، هاي الجدار، وهي المنطقة اللي وضعها خلف الجدار. على نجي الفرضية، لعب الجدار دور كبير في تعزيز الأمن الإسرائيلي. أثر بناء الجدار سلبا على إسرائيل أمام المجتمع الدولي. ساهم الجدار في زيادة مخاوف المقدسيين من طردهم من القدس بعد بناء الجدار. هناك علاقة إيجابية بين بناء الجدار وهدم المنازل زي ما حكينا، التهجير، مشاكل في التعليم، قطع التواصل الاجتماعي بين العائلات الفلسطينية وتشتيتها لصالح إسرائيل. الفرضية الرئيسية عندي في علاقة إيجابية ما بين بناء الجدار وزيادة التفوق الديموغرافي الإسرائيلي لصالح الكيان الصهيوني. أهمية هذه الدراسة دور الجدار في الصراع الديموغرافي الفلسطيني الإسرائيلي، والجدار ودوره في التغير الديموغرافي، وأهميته في تحقيق الأمن الديموغرافي في مدينة القدس الإسرائيلي. هلا في هذه المنهجية كان في هناك عدة متغيرات لهذه المنهجية. اعتمدت على منهجيتين رئيسيتين، أول شيء منهج التحليل الوصفي والمنهج المقارن. هلا بدي أشرح لكم شوي عن الجدار. الجدار هو عبارة عن بناء إسمنتي يرتفع من 8 إلى 9 أمتار، يبلغ طوله حوالي 723 كيلومتر. تنصب عليه أبراج المراقبة، طرق التفافية، محاسيم زي ما نقول، أسلاك شائكة وكاميرات والشيك اللي هذا اللي مكهرب. يعتبر هذا الجدار تبع لأحكام القانون الدولي إنه عمل غير مشروع، لأنه خالف عدة اتفاقيات، منها اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 2349 بابها المواد. وأدارت محكمة العدل الدولية بفتواها الصادرة 9 حزيران 2004 واعتبرت غير قانوني، اطلقت عليه جدار الضم. هاي صورة لأحد أبراج المراقبة في منطقة بيت فاجي، محل ما أنا ساكن وهي منطقة الشياح. هاي صورة أخرى للجدار بظهر فيها الأسلاك الشائكة، وهون عملوا الفتحة بهاي الصورة. رجع أرجع الصورة قبلها. هاي كان هون بلا فتحة وصار هاي مبارك صار. فكرة إنشاء الجدار بتعود فكرة إنشاء الجدار راسخ في العقلية الصهيونية، مستمدة من نظرية الأب الروحي الصهيوني جابوتسكي. البرجع إلى فكرة الحائط الحديدي اللي كان بده يبني جدارين فاصلين، واحد بطول غور نهر الأردن والثاني بغربية الضفة. لا، بدأت ملامح الجدار العازل تتبلور بعد حرب الخليج الثانية في 1990، حيث بدأت الصهاينة أول خطوات الفصل غير مباشر بين سكان الضفة والصهاينة في داخل خط الأخضر. يعني قبل هذا الحكي كان اللي ساكن بالضفة يقدر يفوت على 48، بعد هذا اللي صاروا يفوتوا بتصريح للعمل أو ما شابه. هلا اقترح هذا رابين إنشاء ما يسمى بجدار العازل لتقليل العمليات هاي الاستشهادية، لكن هاي العملية بهذيك الفترة لم تلقى رواجها. من أهداف بناء الجدار الفصل العنصري خفض نسبة الفلسطينيين من 35% فيما يعرف القدس الموسعة والقدس الكبرى
الى 22%. ترسيخ عزل المدينه من الناحيه الاداريه والاجتماعيه عن بقيه المناطق في الضفه الغربيه، بدهم يقطعوا القدس الشرقيه عن اتصالها في الضفه. الوقوف حالا دون تواصل جغرافي اقليمي لما تبقى الاراضي الفلسطينيه عام 67، تفريخ القدس من السكان العرب المسلمين وتهجيرهم ويهيئوها عاصمه توراتيه بس لليهود. هاي في هون صوره تظهر عزل الاحياء والمناطق عن بعضها، يعني هاي كانت عباره عن حي واحد، اجى الجدار هذا وقسمها. ايضا حرمان اكثر من 5 ملايين فلسطيني مهجر او مهجر من العوده الى وطنهم، تصعيد الوحده سواء الفدراليه والكونفدراليه ما بين المناطق العربيه المجاوره، اشغال القوى الاسلاميه الفلسطينيه عن هم تحرير وتطهير الارض المباركه من رجس اليهود الى هم مشكلات الجوع والحدود، يعني من المقاومه من اجل الوجود الى المقاومه من اجل الحدود. تحقيق طلبات المساومه السياسيه بمعنى مقايضات المستوطنات وقضايا المهاجرين والحذو في مفاوضات الوضع النهائي وتفكير المفاوض العربي الفلسطيني. هلا كيف اثر الجدار ديموغرافيا على القدس؟ هلا شو اللي خلى اهل القدس الشرقيه يلجؤوا للسكن في مناطق زي الضفه الغربيه؟ اول شيء في اجراءات صهيونيه تهويديه تمنعهم يبنوا، ما تعطيهم تصاريح. في المقابل بيجيبوا وافدين مهاجرين من دول العالم الاوروبي سواء العرب، بيعطوهم كل التسهيلات عشان يسكنوا. هلا المواطن المقدسي لجأ للضفه، شاف ده في فرص توسع سكاني وتجاري احسن في الضفه عن عند مقارنتهم مع القدس. وهذا الشيء بعد ما راحوا الضفه ما قطع اتصالهم عن القدس، ضلوا مرتبطين في القدس لانها بتوفر لهم خدمات. ايضا المحافظه على الهويه الزرقاء وهي. هلا العيش في القدس صار امر صعب عند مقارنتها بباقي المدن الموجوده في 48. ايضا لا يطاق الوضع. إقامة الجدار وعزل جدار القدس العربية عن جوارها الفلسطيني ومناطق الضفة الغربية ومناطق المستوطنات في القدس الشرقية. بعدين تعال نجي للتحليل. هلا ما يميز هاي الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؟ أول شيء الدراسات السابقة هي عبارة عن دراسات عمومية تناولت الآثار العامة الناجمة عن تأثير الجدار على المواطنين الفلسطينيين المقيمين على جنبي وان طرقت التهجير أيضا. هلا الدراسة الحالية هي دراسة تحليلية وصفية مقارنة تناولت تأثير التهجير الداخلي على نسل الأسرة الفلسطينية المهجرة بسبب الجدار حول شرقية القدس وما ترتب عليه من مشكلات داخل الأسرة الواحدة من تراجع الأدوار، حرمان الحقوق، خلل وسائل الاتصال الطبيعي، صراعات بين أفراد الأسرة، تدمير النسيج الاجتماعي الديموغرافي الفلسطيني وزيادة تاني الديموغرافية واضح لصالح إسرائيل والكيان الصهيوني. على تحليل استبانة قمت بعمل 30 استمارة وزعت على منطقتين الدراسة منطقة الشياح وبيت فاجي في داخل وخارج الجدار. هاي الاستمارة كان شملت فئات مختلفة من الشعب منهم الذكور منهم الاناث كبار السن وصغار السن اكاديميين الحرفيين حاملين جنسيات مختلفه زي الاسرائيليه الفلسطينيه الاردنيه جنسيات اجنبيه اخرى زي الفرنسيه ولم يقتصر على الناطقين بالعربيه في منهم كان يتحدث الانجليزيه والفرنسيه وغالبيه من عبوا الاستماره ابدوا قبولا واضحا ما عدا فئه قليله منهم التي رفضت التعاون. على الاستماره في عده جوانب فيها زي الاوضاع الاجتماعيه اللي مثلت في النوع الاجتماعي العمر الحاله الاجتماعيه الاولاد المستوى التعليمي هو مستوى ثقافي التعليم بس دمجته انا مع المستوى الاوضاع الاجتماعيه مكان السكن الحالي مكان العيش المفضل اختيار شريك الحياه داخل او خارج الضفه. بالنسبه للاوضاع الاقتصاديه كان هناك العمل الدخل مكان الاقامه وعلاقاته بالداخل الخسائر المراوحه بين هذا الجدار تقديم مساعده ضحايا هذا الجدار. هلا نيجي للاوضاع السياسيه كانت هناك معاناه في التنقل اسباب بناء الجدار حصول على الجنسيه الاسرائيليه قدره الجماهير على رفع قضايا الحكومه الاسرائيليه ووصف عام الجدار. هلا نيجي لهون اول سؤال كان من الاستماره والاستبانه هو النوع الاجتماعي. ببين لنا هذا الشكل انه كان هناك 24 ذكرا قاموا بتعب هاي الاستماره مقابل 6 اناث. بالنسبه للعمر غالبيه من عبوا الاستماره كانت اعمارهم كبيره شوي بتفوق 46 سنه هذول شكلوا لي 40%. الاقل من 20 سنه شكلوا 20% من 20 الى 29 سنه كانت نسبتهم 26% من 30 الى 45 سنه كانت نسبتهم 14%. هلا بالنسبه للحاله الاجتماعيه غالبيه من قاموا بتعبئه الاستماره كانوا عزب شكلوا 50%، المتزوجين كانت نسبتهم 46%، المطلقات كان حوالي 3% في وحده. هلا في نسبه 43.3 لديهم اولاد مقابل 56.7 لا يوجد لديهم اي اولاد. بعد تجيب الشغل انسى الاولاد الشغل عن الجدار اسف الجدار شغل لا. ايوه هون طيب هاي صعوبه في التنقل.
هلا هناك ما نسبته 83.3% لديهم صعوبة في التنقل، يعني اللي كان ساكن كان يقطع عدة مترات مشيا على الأقدام صار يضطر يقطع 20 كيلو متر، أو الصعوبة على الحواجز، تضييع الوقت وجوانب منها جوانب نفسية، هناك ما نسبته 16.7% لا يواجهوا أي صعوبة في التنقل. هلا مكان عيش مفضل تم تحييرهم أو سؤالهم بمكان عيش مفضل في داخل أبخار الجدار، هناك ما نسبته 64% فضل العيش في داخل الجدار، لأنه هناك في خدمات، في فرص عمل أفضل، في تعليم أفضل. أما هناك ما نسبته 33% فضل العيش في خارج الجدار لبساطة العيش، كان في نسبة ضئيلة بشكل 3% فضلت الهجرة. هلا الخسائر طبعا أعتقد واضحة من جرابنا هذا الجدار، هناك ما نسبته 60% كان لديهم خسائر من بناء هذا الجدار. احد هاي الشخصيات اللي حكيت معه كان هناك صاحب محطه وقود وقع على طريق قدس صريحه بالقرب من منطقه الدراسه، بعد بناء هذا الجدار خسر 2 مليون شيكل، غير التكاليف الباهظه للمواصلات، القطع مسافات طويله، وهناك 40% لم يوجد لديهم اي خسائر. طبعا في خسائر الاراضي، خسائر المنازل، خساره العمل والى ما اخره. هلا بالنسبه لقطع الجدار، لو صار طلب اجتماعي، هناك ما نسبته 53% قطع الجدار ما بين أقاربهم، يعني بطلوا يزوروهم. أما ما نسبته 47% الجدار ما شكل لهم أي قتلات. هاي الصورة بتظهر فيها فصل الجدار الأقارب عن بعضهم. هلا في خارج الجدار، في هون داخل الجدار كان سكننا، وهاي الدار هي تابعة لدار خالدي، فشوف الجدار كيف فصل ما بين دارنا وبين دار هاي، موجودة في الصورة طبعا خالدي هاي. تصوير يعني من الجهه الدار. هاي خلف الجدار بتصورنا، انت صورتهم يعني هم صاروا ضفه وانت كنت. طب كيف وصلوا؟ فوق الحيط بنزوره. كيف بنلف اللفه 20 كيلو؟ هلا كان هوائيا لا يتعدى يمكن 50 متر، هلا اضطرينا نلف 20 كيلو متر عشان نوصل عندهم. افتح باب. هلا كان في سؤال بالاستثمار كمان، ما هي اسباب بناء الجدار حسب اعتقاد الجمهور؟ هناك ما نسبته 10% اعتقد ان بناء الجدار يرجع الى امن وحمايه اسرائيل، لكن هذا السبب غير منطقي، لانه لو انه بيرجع لامن وحمايه اسرائيل كان بيمشي الخط حسب الخط الاخضر، لكن هناك نتوءات او انه ساحب كثير من الاراضي الفلسطينيه، حوالي 10% من الاراضي الفلسطينيه ضمها لناحيته، ايضا في هناك تركز للابار المياه الجمع الجوفيه، يعني ما بدي اي امن ولا حمايه لاسرائيل. هذا هناك 20% قالت انه تهويد القدس وانها سبب من اسباب بناء الجدار، وايضا هناك نسبه 20% بتقول انه تهويده عقد اقتصاد مجتمعين، وكان هناك نسبه 50% بيقولوا انه جميع اسباب مجتمعه. هلا سالتوا كمان اذا في حاله تقدموا مساعده لضحايا هذا الجدار، هناك ما نسبته 16% قالت نعم نقدر نقدم مساعدات ماديه لضحايا هذا الجدار، وما نسبته 40% قالت بتقدم مساعدات معنوية، و 26% بتقدم مساعدات مادية ومعنوية، أما ما 16% أيضا رفض يقدموا أي مساعدة. هلا كمان بالنسبة لمفاوضات الحكومة في حال تهديدها الوضع يلها على أراضي تخص الشعب الفلسطيني عشان تنفذ فيها الجدار، هناك ما نسبته 83.3% وافقت أنها تقاضي الحكومة الإسرائيلية، وكان هناك دليل ملموس أنه أحد الأديرة في المنطقة اجى اجت الحكومه وتقطعت له جزء من ارضه عشان تبني فيها جدار، لكنه رفع قضيه على الحكومه الاسرائيليه، وهلا في فتح محل الجدار بهذيك المنطقه انه بتنتظر امر المحكمه. ايضا هناك نسبه 16.7% رفضت تقديم اي مساعده. هاي الصوره بتبين لنا الفتح الموجود في الجدار، الارض التابعه على الدير في خلف الجدار، هاي حاطين شبك محلها وبستنى امر المحكمه. بالنسبه لاخطار الجدار على القضيه الفلسطينيه، بشكل السياسه الاسرائيليه خطر على القضيه الفلسطينيه من جميع الجوانب، زاد بناء الجدار من خطر تحقيق عدم السلام في المنطقه، حيث عمل هذا الجدار على زياده توتر العلاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، عمل على تدمير جميع الاتفاقيات وضرب جميع الجولات السياسيه بين الطرفين، اصبح من الصعب الوصول لاتفاق بين الطرفين بوجود جدار اصل عنصري. على بالنسبه للانتاج وصلت لها، ادى الجدار حول القدس الى عزل اكثر من 55,000 فلسطيني في القدس، هاي في القدس، اما بشكل عام في الضفه كان حوالي 200,000 فلسطيني. تشتيت العائلات الفلسطينيه المقدسيه التي تسكن خلف الجدار ادى الى منع الفلسطينيين في الضفه الغربيه من التواصل والوصول الى القدس.
وضع عقبات امام قيام الدوله الفلسطينيه ورجحان الميزان الديموغرافي اللي صار في هذه المنطقه. بالنسبه للتوصيات كان ما هو التوصيات مقدمه للسياسيين وللسكان. رفع مستوى الوعي بين ابناء الشعب الفلسطيني من اخطار الجدار الحاليه والمستقبليه، توفير الدعم للسكان ماديا ومعنويا، توفير المشاريع الاستثماريه من اجل توفير فرص عمل من اجل دعم صمودهم في المدينه المقدسه، تفعيل دور الاعلام والمؤسسات الاعلاميه من اجل مقاومه مخططات الجدار الحكومه الصهيونيه، تفعيل دور لجان المقاومه الدوليه مع الناس المتضررين من الجدار وسياسته، قيام السلطه برفع دعوه قضائيه على الحكومه الاسرائيليه بعد الصوره العدويه في الامم المتحده، تشكيل لجان شعبيه وجماهيريه من اجل مواجهه الجدار في محافظه القدس الشريف. وهذا هو. شكرا للطالب حسام على عرضه الشيق قبل عرض نتائجه خلال القسم الدراسي كامل. سؤال حسام عن النواحي البيئيه، كيف من النتائج اللي توصلت لها نقدر نقسم وين في النواحي البيئيه اثار بيئيه؟ اثار بيئيه يعني تسلك كثير يعني، بس مع انه هذا ليش ما كانش جوا دراستي بس بدي اجاوب عليه. النواحي، احد النواحي البيئيه زي ما حكيت انه هذا الجدار اجى، واول شيء ليش انوجد في هاي المنطقه بالقدس؟ هلا ليه ما جاش في المنطقه الغربيه او كان جزء منه في المنطقه الغربيه؟ لانه المنطقه الشرقيه زي ما احنا عارفين وقع في الحوض الشرقي الفلسطيني اللي هي قليل المياه او قليل الامطار، وقع في ظل المطر. اما المنطقه الثانيه فهي كثيره الامطار ونكثر فيها المياه الجوفيه، هاي احد الاسباب. يعني هم كانت اسبابهم واضحه انهم يحطوا في هاي المنطقه ما مش معنيين فيها. هلا سبب ثاني انه في منطقه في محافظه طول كرم وقلقيليه هناك الحوض المائي الغربي تكثر الابار المياه الجوفيه، فهاي المنطقه ضموها لهم. كل المنطقه اللي انت درستها كلها مناطق تغذيه وليست مناطق تصريف يعني. اثنين وصول دراستك البيئيه لانه تغيير المشهد العام للمواطن الفلسطيني من ناحيه بيئيه. الجدار ايضا له تلوث المشهد البصري خلينا نقول. طيب، اخر شيء اسال بعد حسام، بكتفي بهون وشكرا لحسام وابو شرف.